إذن نبقى بهذا الملف. لينضم إلينا في الاستوديو معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط السيد محمد نجم السعدي. سيد السعدي مساء الخير. والوزارة أطلقت رسميا الجولة السادسة للتراخيص والخاصة باستكشاف الغاز. ابتداء، أين تقع هذه الحقول الاستكشافية؟ ونتحدث، هل ستكون خاصة فقط بالغاز أم مشتركة ما بين النفط والغاز؟ مساء الخير. هذه الحقيقة كلها رقعة استكشافية، جولة السادسة تقع جميعها في المنطقة الغربية. المنطقة الغربية منطقة غير مستكشفة، تقريبا أغلبها غير مستكشفة، فتم التركيز عليها، تم التركيز على المنطقة الغربية. فجميعها وجميع هذه الرقع ذات واعدية غازية ليست نفط. حد الآن غير مستكشفة، لكن المتوقع من خلال المعلومات المتوفرة أنه ذات واعدية غازية. طيب كم عددها؟ هل عددها 11 وحدة. طيب نتحدث أيضا أنه كيف سيكون استثمار هذه الحقول، عن طريق أي شركات؟ هل هنالك تعاقد مع شركات معينة أم لا زال الوقت يعني مبكرا بالحديث عن التعاقدات؟ هذه جولة مفتوحة لجميع الشركات، بإمكانها أن تشارك بيها. يعني ما عندنا تعاقد مباشر تجاهها حالياً، لنطلب من الشركات أن تبين اهتمامها في هذه الجولة. توصلنا رسائل الشركات، عندنا شركات مؤهلة وشركات تتطلب تأهيل، فما عندنا لحد الآن ماكو تعاقد مباشر، إنما راح تكون جولة مفتوحة للتنافس. ماذا يعني جولة مفتوحة؟ يعني جميع الشركات المؤهلة بإمكانها أن تشارك بالتنافس على الحصول. ما هي معايير الشركات المؤهلة في نظر وزارة النفط؟ الشركات عندنا حاليا نوعين من الشركات. عندنا الشركات المؤهلة اللي عاملة حاليا بالحقول اللي موجودة بالعراق، حقول الجولات تراخيص، أما كمشغل أو كشريك بالكامل هذه تعتبر مؤهلة وبإمكانها أن تشارك. الشركات الأخرى اللي تقدم لأول مرة يتم تأهيلها عبر عملية تأهيل مسبق داخل دائرة العقود تراخيص بترولية من خلال 4 محاور. المحور القانوني، نتأكد أن هاي الشركة مسجلة وكيان قانوني موجود. المحور المالي، أنه عندها ملاءة مالية وعندها كفاءة. عادة يراجعون تقارير المدقق المستقل للسنوات الثلاث الأخيرة، ونتأكد أنه عندها إمكانية تصرف على الحقول، لأن هاي الحقول تحتاج مبالغ. المحور الثالث هو المحور الفني، اللي هو انه هاي الشركه عندها امكانيه فنيه وحاليا تدير حقول نفط او حقول غاز او مشاركه في اداره خزين وانتاج نفطي او غازي. المحور الرابع هو محور السلامه والصحه والبيئه، نتاكد من انه هذه الشركه خلال عملها السابق عندها الايزو العالمي وملتزمه بتنفيذ او بالتزام بمعايير الصحه والسلامه والبيئة العالمية. طيب، هل ستقتصر الجولة على استكشاف الغاز الطبيعي أم استثمار الغاز المصاحب أيضا؟ هذه الجولة بها كل الأغلب أو كل الرقع المعروضة هي ذات واعدية غازية. طيب، الغاز المصاحب عادة يكون من أكو إنتاج نفط، فنتوقع أنه الإنتاج من هذه الجولات هو من هذه الحقول أو من هذه الرقع هو غاز حر وليس غاز مصاحب. غاز مصاحب عادة يكون حصرا مع النفط، يكون مصاحب مع النفط. طيب، كم هي المدة التي سيتم فيها استثمار الغاز محليا؟ هي هاي رقعة استكشافية. رقعة استكشافية عادة مو مثل الحقول المستكشفة تبدي تنتج خلال فترة قصيرة. العملية تبدي مجموعة مراحل، كل مرحلة لها فترة زمنية تقريبا محددة. تبدي ابتداء بالمسح الزلزالي. المسح الزلزالي يأخذ فترة. بعد المسح الزلزالي تم عملية معالجة وتفسير البيانات. بعد تفسير البيانات يحددون مناطق اللي يتوقعون بيها وجود هيدروكربون، فتبدي عملية الحفر الاستكشافي. بعد الحفر الاستكشافي في حالة وجود استكشاف تجاري تبدي عملية الحفر التقييمي، نتأكد انه هذه المنطقه بيها بالامكان انتاج تجاريا منها.
تبدي بعدها عملية تطوير. عملية الاستكشاف تأخذ 5 سنوات تقريبا قبل لا يبدون يفكرون وضع خطة التطوير. طيب هل لديكم معلومات وافية عن كمية الغاز الموجود في هذه الحقول؟ من المبكر جدا، لأنه معظم هذه الرقعة الاستكشافية ما بها آبار محفورة، بعضها بها آبار محفورة طيب. قديمة، فما المعلومات المتوفرة غير طيب. كافية. سيد السعدي، في الجولة الخامسة كان الحديث عن الرقعة الاستكشافية لحقول الغاز كانت تجري في المناطق الحدودية. نتحدث الآن، حضرتك قلت أنه 11 رقعة في المنطقة الغربية، تقع على الحدود أم قريبة من المدن أو مركز المدينة؟ لا، بعيدة عن مراكز المدينة. بعيدة عن هذه الرقعة الاستكشافية، بعضها حدودية، بعضها على الحدود السورية، وبعضها لا أعتقد قريبة من الحدود السعودية أيضا. هذه الرقعة مساحاتها كبيرة جدا، بعضها 6000 كيلومتر، توصل إلى حتى 9000 كيلومتر مربع. فالهدف منها حقيقة هذه ذات واعدية اقتصادية واجتماعية أيضا، يعني إذا قدرت أو توصلت هذه العمليات إلى اكتشاف الغاز فراح تولد لنا الطاقة، ومن تولد الطاقة راح تبدي عمليات، يعني خلينا نقول إنشاء مصانع وعملية تطوير للمحافظات اللي هي بيها والمناطق القريبة منها. إذن على الحدود بعضها حدود السورية والسعودية، وكان تركيز وزارة النفط على الحدود العراقية السورية، بعض العراقية السورية نعم الشمالية هالي بنينوى. طيب إذن نتحدث الآن سيد السعدي، في الجولة الخامسة أيضا كان هناك مساهمات استثمارية لبعض الشركات العربية، مثلا كانت هنالك استثمار لشركة إماراتية الهلال، وأيضا بعض المستثمرين العراقيين. نعم. في الجولة السادسة، ما هي نسبة أو فرص استثمار هذه الحقول عراقيا، أقصد من شركات عراقية؟ الفرص مفتوحة لجميع الشركات. التوجه الوزارة حاليا حقيقة، وتوجه مو الوزارة، توجه الدولة بالكامل إلى دعم القطاع الخاص العراقي. الشركات أو ديجون بعض ممكن نساعدهم في عمليات التأهيل، إذا جت الشركة عراقية وجابت وياها شركة أجنبية ممكن نساعدهم في عمليات تأهيل حتى يدخلون بدون صناعة نفطية عراقية خاصة. طيب. إذن أنا أشكرك جدا معاون المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية بوزارة النفط السيد محمد نجم السعدي. شكرا جزيلا.